بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أجل العلوم وأفضلها على الإطلاق هو علم الإنسان بما خلقه الله تبارك وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالتوحيد ومعرفة ما يتعلق به من مسائل ودلائل لا شك أنه أجل مطلب وأعظم مقصد وأنبل غاية، والواجب على كل مسلم أن يكون هذا الأمر في أولويات اهتمامه وفي مقدمات ما يعتني به، لأن به صلاحه وفلاحه ورفعته في الدنيا والآخرة. وقد عظمت عناية أهل العلم بهذا الأمر المبارك شرحا وبيانا وتأليفا وإيضاحا في قديم الزمان وحديثه، وأهل العلم في هذا سائرون على سنن الأنبياء الذين التوحيد والدعوة إليه في مقدمة ما يبدأون به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى عباده به توحيده سبحانه، وما قدمه الله جل وعلا يقدمه المسلم، وما بدأ الله سبحانه وتعالى به يبدأ به المسلم قبل كل شيء. فالتوحيد أعظم الأوامر، بل إن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأوامر والطاعات، فلا قيام لطاعة ولا قبول لعبادة إلا إذا أسست على التوحيد وأقيمت عليه، فإن لم تكن مقامة على التوحيد فلا قبول لها ولا انتفاع بها. فوالذي يصحح الأعمال ويزكيها وتكون به مقبولة. وإذا عرف المسلم مكانة التوحيد وعظيم قدره فإن ثمة سؤالا لا بد أن يكون حاضرا في ذهن المسلم، ألا وهو: ما واجبنا نحو التوحيد؟ ما واجبنا نحو هذا الأمر العظيم الذي خلقنا الله جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه؟ فهذا السؤال غاية في الأهمية. والجواب على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله تبارك وتعالى به أمور سبعة. الأمر الأول محبته، فكل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به عليك أن تحبه وأن تعمر قلبك بمحبته وأن يكون محبوبا لك، وأن لا يقع في قلبك شيء من البغض أو الكراهية له،
فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تتعلمه وأن تحرص على معرفته وفهمه وحسن دراسته وتعلمه. والأمر الثالث أن تعزم في قلبك عزما أكيدا على العمل به، تعقد في قلبك العزم على العمل بهذا المحبوب، بهذا الأمر المحبوب إلى قلبك والذي اعتنيت بتعلمه، فتعقد في قلبك عزما على العمل به. ورابعا تعمل وتجاهد نفسك على العمل، وأن يأتي منك العمل تاما. وخامسا أن يقع العمل منك على المشروع، أي خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أن تحذر أشد الحذر من الأمور التي تحبط العمل وتبطله، فتكون دائما في حيطة وفي حذر من كل ناقض أو مبطل أو مفسد لعملك وطاعتك. وسابعا أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا، وتسأله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه إلى أن تلقاه. فهذه أمور سبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به.